كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. عبر سموه فيها عن صادق تهنيه لسموه بمناسبة نجاح دولة الإمارات في إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ، مشيدا سموه بالنجاحات المتوالية التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات لا سيما العلمية والتقنية، والتي تعكس مستوى التقدم والتطور والمنجز الحضاري الذي تشهده الدولة الشقيقة والذي يشكل مصدر فخر واعتزاز عربيا وإسلاميا. سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة، وأن يديم على شعب الإمارات الشقيق ما يشهده من تطور وازدهار في ظل قيادته الحكيمة.